دعيت الحقيقة في كلمتي بأهمية وضع استراتيجية عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية لإعلاء قيمنا الإنسانية وبالأحرى قيمنا العربية الأصيلة اللي هي أصلاً بتتكلم عن الأخاء والمساواة وقبول الآخر وقبول الاختلاف. سعيدة بالمشاركة، سعيدة بفكرة فضيلة الإمام الأكبر بهذا المنتدى، سعيدة بدولة الإمارات العربية الشقيقة بتنظيمها، حدث تاريخي، حضور فضيلة الإمام الأكبر، حضور قداسة البابا فرانسيس غدا، بالتأكيد سيثري من أعمال المؤتمر ورسالة قوية في وقت يسود العالم في الصراعات والحروب إن إحنا نرجع لقيمنا الإنسانية وقيمنا العربية.